الرحمن الرحيم. جامعة الدمام، عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، مادة النظام السياسي في الإسلام. معكم دكتور صالح فضل. ذكرنا في المحاضرة السابقة في صفحة 199 حقوق بيعة ولي الأمر، والعلاقة التي نظمها الإسلام بين ولي الأمر والمحكومين، وذكرنا عدة حقوق، أولها الإخلاص والدعاء لولاة الأمر، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وذكرنا يعني تكون للنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين، وذكرنا كيف تكون النصيحة لأمة المسلمين: تكون بالسر، تكون بلطف، تكون برفق، وتكون في العلانية. وذكرنا بعض الأحاديث الواردة بذلك، وأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبديه علانية، لكن ليأخذه بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. لهذا على المسلم أن يحرص على طاعة الله عز وجل، وإذا أراد أن ينصح أنه يريد أن من هذه النصيحة وأثر هذه النصيحة تقوى الله عز وجل. لا يراد أن يقال فلان الذي ينصح ولاة الأمر وغيره. ثالثا أو ثانيا التوقير والاحترام. هنا موجود التوفير، لا، هي التوقير والاحترام، أن نحترمه. ثالثا السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، لأنه لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا أمير، ولا أمير بلا طاعة. لا بد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عليهم، يعني يجب أن نسمع لهم ونطيع، ولا يأمر السلطان بالمعروف إلا يعني يجب علينا أن نطيعه فيه. أيضا النصح والتقويم، وذكرنا بعد ذلك النصرة إذا كان يعني خاصة أمام الأعداء أو خرجت بعض الفئات الباغية، يجب أن يناصحهم ولي الأمر، يذكرهم إذا كان هناك أمر شبهة، يناظرهم. أن أبوا فهم ليسوا كفار ولكن ظلمة، فإن أبوا قاتلهم، فإن تابوا قبلت توبتهم وترك قتالهم، وإن أصروا وجب قتالهم، ولا يكفرون بالبغي بل هم عصاه مخطئون فيما تأولوا، فيما تأولوا. الآن ننتقل إلى مخالفات البيعة، مخالفات البيعة، فيقع كثير من المسلمون فيما يخالف مقتضى البيعة الشرعية للحاكم، مما يسبب الفتن والشرور، منها الطعن والتشهير، الافتيات على الحاكم، ومن صور الافتيات تعني التعدي، التدريس والفتية دون إذن، الجهاد دون إذن، الدعاء، ثالثا الدعاء للحاكم، كتم ما يجب أن يعلم به ولي الأمر. هذه من المخالفات. أولها الطعن والتشهير، هذه بمعنى في صفحة 217. كما يقول: وذلك غلط ومخالف الشرع، كما يقول الفقيه السياسي ابن الأزرق، لأمرين: أحدهما أنه خلاف ما يجب عليه من التجلة والتعظيم، أيضا إذا اشتغلنا بالطعن به أو اشتغل المشتغلون بالطعن به، هذا يسبب تسليط السلطان، فيتسلط السلطان على الشعب. ولذلك ثبت عن أنس قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وقال أبو مجلس: سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين.
ولهذا بعض العلماء يعني كابن فرحون وهم العلماء من تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة ويسجن شهرا، ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. يعني ذلك يعني بعض المرات يقول لماذا الإمام يجتهد في التعزير، نقول هذه الأدلة عنده تنص على ذلك، يعني من تكلم بكلمة لغير موجب خلاص الآن بين لك أن هذه مجتهد فيها ولي الأمر، فيقول يلزمها يعاقب عقوبة تعزيرية. قال يستن شهر، يستن شهر، ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. المخالفة الثانية في صفحة 218. الآن المخالفة الأولى الطعن والتشهير، يطعن به يشهر به، الآن خاصة في مثل تويتر في الفيسبوك في الانستغرام في وسائل الاتصال الحديثة تدخل في هذا. قديما كان على المنابر ولا على في التسجيلات ولا، الآن نفس ذلك. فلو عاقبه أول شيء يعطيه عقوبة أخف، يذكر يناصح، فإذا لم يجتهد فله العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. الافتيات على الحاكم، المخالفة الثانية الافتيات على الحاكم. ما معنى الافتيات؟ يعني التعدي كما قال في لغة العرب السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر. تقول افتات عليه بأمر كذا أي فاته به، وفلان لا يفتات عليه أي لا يعمل شيء دون أمره، يعني العمل دون أمر الإمام، دون أمر الإمام. الإنسان يعني الإمام يحدد بعض الأمور فيفتت عليه يعمل بدون شور الإمام، فهذه كلها من الأمور التي تعتبر من مخالفات البيعة. وقد سبق أن البيعة تقتضي أن يسلم للحاكم النظر في أمور المسلمين بحيث لا ينازع في شيء من هذا، ومن ثم فلا يجوز أن يفتات على الحاكم فيما هو من خصائصه وصميم عمله ومسؤولياته. صميم عمله يفعل الولي الأمر كذا، أنه نذهب ونتعدى على ولي الأمر فنكون من المفتتي، يعني دخلنا في الافتيات. يقول ابن خلدون اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتية والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى لئلا يفتات الرعاية عليه في شيء من النظر في المصالح العامة. ومن صوره يقول التعرض لكل ما هو منوط به، ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. يعني مثلا خلاص أنت لك قدر معين من تغيير المنكر، تروح تتجاوز ذلك، ممكن تقيم الحد عليه الذي يفعل ذلك، أو تجد واحد يفعل منكر من المنكرات فتذهب وتجلد. الآن هذه من هذه لابد هذه من حقوق، هذه من الأمور التي يختص بها الحاكم، وتعديت على الحاكم، ولهذا عليك أن تلتزم ببيعة الإمام وأن لا تتعدى عليه. يعني مثلا المساجد ولي الأمر عين عليها أئمة، فيجي يذهب واحد ويصير إمام دون إذن من ولي الأمر وخاصة التي تتبع الأوقاف، فلا يجوز كما يذكره الماوردي في صفحة 219. فأما المساجد السلطانية فلا يجوز أن ينتدب للإمامة فيها إلا من ندبه السلطان لها وقلده الإمامة فيها لئلا يفتات الرعية عليه فيما هو موكول إليه، فإذا قلد فيها إماما كان أحق بالإمامة فيها من غيره وإن كان أفضل منه وأعلم. خلاص لا يجوز. ومن صور الافتيات التصدي للتدريس في المساجد وفتية الناس، يقول أنا عالم، أنا شيخ، أنا والله إنسان عندي قدرة من العلم، ليش ما أروح أدرس؟ نقول له تعال هذا ولي الأمر، يعني لو كل إنسان درس دون الرجوع لولي الأمر صارت الأمور فوضى. فكما يقول ماوردي فيقول فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه، كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذن لئلا يفتات عليه في ولايته. وأيضا الدعوة في صفحة 219 الدعوة إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر،
فإن كان يشترط في صلاة الجماعة أن يكون المصلين إمام، ولا ينبغي أن يسافر ثلاثة من المسلمين دون أن يؤمر أحدهم، كذلك فإنه يشترط أن يكون الجهاد جهاد المسلمين تحت إمرة حاكم مسلم، ولا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذنه، فإن أمور الحرب موكلة إلى رئيس الدولة كما هو اعتقاد أهل السنة في ذلك، وإلا كانت أمور المسلمين فوضى، كل يدعو إلى الجهاد، هذا الحرب وهذا الحرب وهذا كذا، ولا يعرف المصالح والمفاسد. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. والأمر الجامع ما تعريفه؟ هو الذي يجمع له كالحرب والجهاد في سبيل الله، كما قال كثير من المفسرين. عدم الذهاب يعني الآن من مخالفات البيعة الطعن والتشهير في ولي الأمر، الافتيات على الحاكم، ومن صوره ذكرنا التدريس والفتية دون إذن والجهاد دون إذن، وذكرنا الأدلة على ذلك: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. الأمر الجامع هو الحرب والجهاد. وقال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا فيه هذه الآية دليل على وجوب الرد إلى أولي الأمر في أمر الجهاد، لأنه من أمور الأمن والخوف. يشير إلى ذلك حديث عائشة قالت: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج، جهادكن الحج. وهذا صريح في طلب الإذن من الحاكم في أمر الجهاد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، صفحة 220، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائها. الجنة يعني ما يجن به، ما يستتر به، يعني جنة. لذلك لو ذكرنا الجن فهم مستترون، إذا قلنا الجنة لأنها محاطة بالأشجار فتكون مستترة، كذلك المجن في الحرب يقول مجن لأنه يستتر المقاتل خلفه، فجنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. يعقوب بن حجر: إنما الإمام جنة بضم الجيم أي سترة، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض، والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس، والله أعلم. يقول نووي: معنى يقاتل من وراءه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. ويقول القرطبي أن الإمام يقتدى برأيه ويقاتل بين يديه، وهذا يعني لم ينقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن سرية خرجت للغزو دون إذن عليه، دون إذنه صلى الله عليه وسلم. ولو أن كل من أحب الجهاد وتحمس له جمع جيشا لأصبحت المسألة فوضى. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام. وهذا يعني نصوص تدل على وجوب عدم الخروج للجهاد دون إذن الإمام. وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر، ولا يخرج إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا يفجأهم العدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوا، ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمانع، ومن يمنعه الأمير من الخروج أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال. ويقول بالمقدسي: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، لأنه أعرف بمصالح الحرب والطرق والأعداء. لذلك يعني العدو إذا فاجأ المدينة
خلاص النفرة النفيرة الآن دون حتى استئذان، لأنه الآن ما في وقت. ولكن لذلك يقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وإذا استنفرتم فانفروا. ويقول البهوتي الحنبلي وفي صفحة 222 ويحرم غزو بلا إذن الأمير لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده إلا أن يفاجئهم عدو يعني كفار يخافون كلبه يعني شره وأذاه بفتح اللام أي شره وأذاه فيجوز قتالهم بلا إذنه لتعين المصلحة فيه. الآن ما في وقت يعني للرجوع لولي الأمر خاصة إذا دخلوا، ولنسأل الله السلام والعافية. ولذلك لما أغار الكفار على لقاح ينوق النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا عن المدينة تبعهم فقاتلهم بغير إذن فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير رجالنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل، وكذا إن عرضت لهم فرصة يخافون فوتها بتركه للاستئذان. لهذا من مخالفة البيعة الطعن والتشهير وأيضا التدريس والفتن دون إذن العالم. وذكرنا بعد أيضا الصلاة في المساجد التي السلطانية والمساجد التي تكون بالتنظيم وداخل التنظيم مثل وزارة الشؤون الإسلامية، لا بد من التنظيم والترتيب، ولا أصبحت الأمور فوضى. والجهاد مع الحاكم وإن كان فاسقا هو اعتقاد أهل السنة، فإن منع الحاكم الجهاد الخروج الجهاد فعلى المسلم أن يمتنع ولا يعاند، كما أكد على ذلك الفقهاء في النصوص التي سبقت. أيضا المخالفة الثالثة الدعاء على الحاكم، الدعاء على الحاكم، الدعاء يقول المخالفات البيع الحاكم الدعاء عليه بما فيه مضره المسلمين. وهذه في العقيدة ذكرها الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم، ولا ندعو عليهم احنا ذكرنا من حقوقهم بل ندعو لهم، ندعو لهم. المخالفة الرابعة من مخالفات البيعة كتم ما يجب أن يعلم به، يعني يقول ابن الأزرق في صفحة 223 أن التعريف بذلك للإمام لا منع فيه وأنه قد يكون واجبا أو مستحبا، حتى إن إنسان معين أنه يرتكب كذا وكذا من المنكرات ليستعان بذلك على التغيير عليه بشروط خمسة: أن يكون القصد صحيحا، وأن يغلب على ظنه الانتفاع بنصح المرفوع إليه، وأن يكون المرفوع إليه لا يغير ذلك المنكر بمنكر آخر يرتكبه، وأن يكون الذاكر لذلك قد علمه من المذكور يقينا لا بظن أو بتهمة. هذه من الأمور التي يعني ينبغي أن يعلمها وهي من مخالفات البيعة. ننتقل الآن إلى الركن الثالث من أركان الدولة الإسلامية وهو الشعب، وهو الشعب، وهذا في صفحة 224 تكلم الركن الثالث، ثم بعد ذلك يكون الركن الرابع الإقليم. من الأركان الدولة الإسلامية الشعب، أولا المسلمون من الشعب، من الشعب أهل الذمة، ثالثا المستأمنون، المستأمنون. التجمع البشري هو أساس الدولة ويتألف الشعب في مفهوم الدولة الإسلامية من المسلمين الذين يؤمنون بالإسلام ومن غير المسلمين الذين يقيمون إقامة دائمة في الإقليم الإسلامي وهم الذميون أو الذين يعني يأتون من بيننا وبينهم حرب وهم يعتبرون مستأمنون. المسلمون أولا نتكلم في هذا المبحث عن
أمرين مهمين وهم لزوم جماعة المسلمين وحكم تكوين الأحزاب والجماعات داخل الدولة أو الدولة الإسلامية. أولها يجب النظام الإسلامي على كل مسلم أن يلزم جماعة المسلمين في دولته وأن يسمع لرئيسهم ويطيع ويكون معهم يدا واحدة يحب لهم الخير كله ويكره لهم الشر كله، يسعى في صلاح أمورهم وما ينفعهم ويعمل على ائتلافهم ولم شعثهم واجتماع كلمتهم وانتظام أحوالهم. هذه الوحدة الوطنية، تآلف، تآزر، تحقيق المصلحة العامة، مواجهة الأزمات المختلفة. دائما يجب على المسلمين أن يقفوا صفا واحدا خلف حكوماتهم الشرعية، يؤدون واجباتهم نحوها، يضحون من أجل هذه الوحدة بكل متعهم وملذاتهم وما يملكون من متاع هذه الدنيا حتى بحياتهم. ولهذا تحطيم الوحدة للأمة تعتبر جريمة كبرى، يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون هناك هنات وهنات، يعني فتن وأمور حادثة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فضربوه بالسيف كائن من كان. وقال عليه من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. ولهذا النصوص القرآنية والحديثية في الأمر بلزوم الجماعة وشق عصاها من الكثرة بمكان، منها صفحة 226 قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. وهذه الأدلة ذكرناها كثيرا، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما المقصود بالجماعة في هذا الحديث؟ هم جماعة المسلمين المجتمعين على رئيس الدولة للجماعات الإسلامية القائمة اليوم. يقول الطبري إن المراد من الخبر يعني من الحديث لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. ويقول الخطابي وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف وشتى، لأن قلنا من نزع يعني بيعه أو لم يبايع أميرا فقد مات ميتة جاهلية. كيف ميتة جاهلية؟ لأن الجاهلية ما كان عندهم إمام يجمعهم على دين يتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة. ثم ذكر هنا المؤلف قال ونؤكدها هنا في صفحة 227 ونؤكدها هنا أن حب الأوطان أمر فطري وغريزة متأصلة في النفوس، وهو أساس الاستقرار والاستمرار، وأن النصوص الشرعية لتؤكد الحب الوطن وتقرر الانتماء إليه ولا تنكره، وإنما تحذر منه إذا قام على طرح الدين ونسف العقيدة. ولهذا فإن من شأن المتدين أن يكون وفيا لوطنه، محبا لأهله، مجتهدا في مصلحته، مساهما في تقدمه. هذا الآن الأمر الأول وهو لزوم جماعة المسلمين، هذا من أركان الدولة الإسلامية. الركن الأول الثالث الشعب، وذكرنا أولهم المسلمون، ذكرنا لزوم جماعة المسلمين والأدلة على ذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ومن شق العصا فقد يعني مات ميتة جاهلية، ولا بد الإنسان أن يكون مساهما داعما لوطنه وثيق الصلة بالانتماء للإسلام. وبعدين تكلم في صفحة 228 يعني عن
الانتماء وتكوين الأحزاب والجماعات داخل الدولة الإسلامية. فقال الأمر الذي لا اختلاف فيه أن الأصل في الإسلام هو وجوب الدعوة ووجوب الوحدة وعدم الاختلاف. ثم ذكر مقولة ابن رجب لابد من التمسك بالإسلام، ورأي أهل الحديث والسنة الملتزمون بمنهج النبوة وفهم السلف الكتاب والسنة، وهذا الامتداد الطبيعي للإسلام الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولذلك هناك مضار الجماعات والأحزاب على الإسلام والمسلم من الكثرة بمكان، ذكرها في صفحة 230-231. يعني يقول أن الإسلام لم يعرف قبل أنه في هذا الجماعة الفلانية وهذا الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، فلذلك يقول أن الولاء والبراء يعقد عليها، فأصبح الولاء لهذه التنظيمات وتلك الجماعات لا لله. ثم ذكر وقال وأصبحت الدعوة إلى هذه الجماعات وليس للإسلام، وحصل هناك من حروب كلامية ودموية بسبب التعصب لهذه الجماعات. يقول في صفحة 231 وهذا حال كثير من الجماعات والأحزاب الإسلامية اليوم، أنهم ينصبون أشخاصا قادة لهم فيوالون أولياءهم ويعادون أعداءهم ويطيعونهم في كل ما يفتون لهم دون الرجوع للكتاب والسنة ودون أن يسألوهم عن أدلتهم فيما يقولون أو يفتون. أما أهل السنة فلا يكون متبوعهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من مضار الجماعات أن الانتماء إلى جماعة يميز المنتسب إليها عن غيره ويجعل له حقوقا ليست لغيره من المسلمين، ويعقد له عقدا ليس لغيره، والله قد عقد بين المسلمين جميعا بعقد الأخوة إنما المؤمنون إخوة. فيقول الحزبيات والجماعات تنشئ أخوة دون أخوة مبنية على مبادئ الجماعة وشعارها. ولهذا ورد في الحديث لا حلف في الإسلام، يعني لا يعني يتحالف بعض المسلمين دون البعض، لأن يعني التحالف يميز الحلفاء عن سائر المسلمين. ثالثا يعني من مساوئها كثرة هذه الجماعات، يعني تفرق الأمة، تورث العداوة، تورث الشحناء، تورث البغضاء، وهذا قد أيس الشيطان أن يعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تذهب ريحكم يعني قوتكم، تذهب ريحكم يعني قوتكم. فالعمل الإسلامي وأهدافه الكبيرة يستلزم يعني تضافر الجهود تحت راية واحدة لا تحت رايات وأحزاب تؤدي إلى تفكيك الصف الإسلامي ويجعل ويفتح للمسلمين ثغرات هم في غنى عنها فيتسلل الأعداء منها، وهذا ما يجري اليوم. يقول بعض التابعين في صفحة 233 خرج علينا عثمان بن عفان فخطبنا فقطع قوم عليه كلامه فتراموا بالبطحاء يعني بالحصى حتى لم نبصر أديم السماء، فسمعنا أم المؤمنين من أحد حجر الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، وتلت قوله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولهذا الأحزاب والجماعات فرقة نهى الله عز وجل عنها. رابعا إن السماح بإنشاء جماعات إسلامية على أرض الدولة المسلمة سيؤدي إلى التلاعب بمسألة شرعية خطيرة وهي مسألة البيعة، يكون البيعة لهذا رئيس الحزب وليس لولي الأمر.
فلا يجوز توجيه البيعة إلى الجماعات وزعمائها. خامسا من مساوئ الحزبية تحجيم للإسلام، فلا ينظر المنتسب للمسلمين والمسلم إلا عن طريق حزبه، فقد تكون هذا الحزب مبني على مبادئ فكرية خاصة تؤيد العنف، تؤيد التطرف، تروع الآمنين. لا يمت هذا الحزب للإسلام بصلة ولا نسب. في صفحة 234 ذكر أن من المساوئ كذلك أن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة والدعوة إليها وسد منافذ النقد لها، وهذا يناقض ما دعا إليه الشارع من ملازمة الحق ونقد الباطل. لهذا يقول معظم الجماعات يعتقد المسؤولون فيها أنهم هم وحدهم الذين يحق لهم أن يناقشوا فيما بينهم، فإذا وصلوا إلى قرار فهو ملزم لجميع الأعضاء في الجماعة، وأن الآخرين كلهم أي غير أولئك المسؤولين فيها واجبهم السمع والطاعة بغير اعتراض، وتلجأ تلك الجماعات إلى تهديد المخالفين بالفصل من الجماعة إن لم يسمعوا ويطيع، بل يهددوا ويحذر منهم. ولهذا يعني الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة والدعوة إليها وسد منافذ النقد، وهذا يناقض أو يعني يعارض ما دعا إليه الشارع من ملازمة الحق ونقد الباطل. أيضا الحزبية من مساوئها أن تسبب الحزبية المقيتة، فقد تكونت الجماعات الإسلامية التي تعتمد طريق المواجهات المسلحة والاغتيالات المدمرة، فأوقعت الأمة في فتن مدلهمة وشرور كبيرة. أيضا من الأمور الغالب أن هذه الجماعات تنقسم على نفسها بعد ذلك، ويخرج منها جماعات وجماعات وجماعات، وهكذا يعني تتطور الجماعة أو أن حزب منها يناقض بعضه. أيضا بسبب الحزبية والسرية في العمل، هذا رقم 9 في 235، ينشأ الفكر التكفيري، فترى كثيرين يقضون معظم حياتهم في دهاليز السرية ينظمون الشباب ويحزبون. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالعلانية وإياك والسر. هذا من مضار الحزبية. فهل من عودة الجماعات المتناحرة إلى نهج النبوة حيث لا فرقة، لا تباغض، لا تنازع، حيث لا جماعة ولا حزب، كلهم يعودون إلى الله عز وجل ويهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عليكم الجماعة، يكون هناك ولي أمر من المسلمين ينظم الأمور، يطيعونه فيما أطاع الله عز وجل ويناصحونه كما ذكرنا بالسر، وعلينا أن نحرص على ذلك. هذه بعض الأمور التي تدلل على ذلك. أيضا يعني من الشعب أهل الذمة، أهل الذمة ذكرها المؤلف في صفحة 236. يعني من هم أهل الذمة؟ هم أهل العهد والأمان والضمان. أهل الذمة هم اليهود والنصارى والمجوس ممن يعيشون في الدولة الإسلامية بصفة دائمة، وأقرهم الحاكم على دينهم بشرط أن يلتزموا أحكام النظام الإسلامي معاملات وعقوبات، وأن يدفعوا الجزية نظير قيام المسلمين بحمايتهم والدفاع عنهم، وهذه الجزية في مقابل فرض الزكاة على المسلمين. متى يعني لو سألنا سؤال من هم أهل الذمة، نقول هم اليهود والنصارى والمجوس. وين يعيشون؟ يعيشون في الدولة الإسلامية بصفة دائمة، ويقرهم الحاكم على دينهم بشرط أن يلتزموا أحكام النظام الإسلامي، مثلا شرب الخمر ما يشربون، عندهم معاملات يلتزمون معاملات المسلمين، وأيضا يدفعوا الجزية
نظير قيام المسلمين بحمايتهم والدفاع عنهم، بقيام حمايتهم والدفاع عنهم. هذه الجزية في مقابل فرض الزكاة على المسلمين، يعني المسلمين نأخذ منهم الزكاة زين، وأهل الذمة ندافع عنكم، لا، فلذلك عليكم أن تدفعوا الجزية. ولا تجب على من؟ النساء، ولا على الصبيان، ولا على العبيد، ولا على الرهبان في الأديرة، إلا وينقض عهد الذمة بقتال المسلمين أو المعاونة عليه بدلالة الأعداء على عورات المسلمين أو مكاتبتهم أو بالامتناع عن التزام أحكام النظام الإسلامي أو بفتنة مسلم عن دينه أو التعدي عليه بقتل أو فاحشة أو هكذا. ولا ينتقض عهد الذمة بما منعوا منهم مما ليس فيه ضرر على المسلمين كظهار الخمر وما يعتقدونه في المسيح ونقض عقد الذمة. هذا يعني بتعريف سريع ما لهم وما عليهم، حقوقهم، وهم من حقوق الشعب، لهم حقوق، الوفاء لهم بعقد الذمة، عدم إكراههم على دخول الإسلام، عدم التعرض لكنائسهم، تحريم دمائهم وأموالهم، حمايتهم والدفاع عنهم ضد أي اعتداء، برهم وإحسان إليهم من غير مودة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. مودتهم ونصرتهم على المسلمين فحرام، هذا في صفحة 237 الأدلة على ذلك. سابعا تحريم ظلمهم. ثامن ننتقل بعد ذلك إلى صفحة 239، وواجبات أهل الذمة كثيرة. أول شيء أداء الجزية، أن يوقروا المسلمين، أن لا يظهروا شيئا من شعائر دينهم أو معتقداتهم الباطلة. أن لا يذكروا كتاب الله أو دين الإسلام بذم أو قدح. هذه يعني من أهم الأمور وواجبات. وثم بعد ذلك انتقل في صفحة 239 إلى المستأمنون، وهم غير المسلمين الذين يدخلون البلاد الإسلامية ويقيمون فيها إقامة مؤقتة. أهل الذمة إقامتهم إقامة دائمة، يعطون عقد، يعطون عقد أنهم يعني داخلين بإذن الإمام. ثم ذكر هناك عقد عام وهناك عقد خاص كعقد الهدنة وعقد الذمة، وأما الخاص وهو ما يعقده أحد المسلمين ويصح الأمام من كل مسلم مكلف مختار، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمراد بالذمة هنا الأمان، ويشترط في الأمان أن لا يعني ويقتضي الأمان ثبوت الأمن والطمأنينة المستأمنين، فيحرم قتلهم وسبي نسائهم واغتنام أموالهم. والمستأمن أن يتنقل في كل البلاد الإسلامية إلا الحجاز في رأي الجمهور، أخرجوا يهود أهل الحجاز، والحديث يفسر بعضه بعضا، وهكذا فعل عمر رضوان الله عليهم، وهذا موجود في صفحة 241 الأدلة على ذلك. وعلى المسلم أن يتعايش في وطنه بسلام مع من مخالفه في فكر أو مذهب أو دين، ولا يظلم مخالفيه ولا يتعدى عليهم، بل أن يحسن إليهم. هكذا هؤلاء يعني الركن الثالث وهو ركن الشعب، العدل، الإحسان، لا الظلم ولا العدوان، ولا يعني نكره الناس على دين أو اعتقاد. وعلى المسلم أن يحفظ أمن غير المسلمين ودماءهم وأموالهم في بلده، فإنهم قد أقاموا في وطنه بمقتضى عهود الأمان على أنفسهم ودمائهم وأموالهم. ونلتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.